أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل لفظ مجمل يفصل، فإن أريد الحق منه يقبل، وإن أريد باطل فرده، فبان بالتفصيل ما مرده. ما مرده؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. القاعدة تقول: الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل هي موقوفة على الاستفصال. وانتبه وانت تنطقها، بل هي موقوفة على الاستفصال. فإن أريد حقها فيقبل، وإن أريد باطلها فيرد. بل هي موقوفة على الاستفصال، فإن أريد حقها فيقبل، وإن أريد باطلها فيرد. القاعدة مرة أخرى كاملة: الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. وللعبد الضعيف رسالة في شرح هذه القاعدة في 100 فرع، رسالة في شرح القواعد الألفاظ المجملة. وذلك لأن الألفاظ المجملة ليست حقا محضا، وإلا لقبلناها، وليست باطلا محضا، وإلا لرددناها، بل إذا جئنا من أحد جهاتها وجدناها حقا يجوز على الله عز وجل، وإذا جئنا من جهة أخرى وجدناها باطلا لا يقبل ولا يجوز على الله عز وجل. فهل نردها مطلقا؟ الجواب لا، لأن فيها حقا والحق لا يرد. هل نقبلها مطلقا؟ الجواب لا، لأن فيها باطلا والباطل لا يقبل. فإذا ماذا نفعل بتلك الألفاظ؟ نوقفها على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. مثال ذلك: لو قيل لك: هل الله في جهة؟ فتقول: إن لفظ الجهة لم يرد إثباته ولا نفيه عن الله عز وجل في القرآن ولا في السنة، فهو من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فلا أقول الله في جهة ولا أقول الله ليس في جهة، لأن القرآن لم والسنة وكلام الصحابة عار عن ما يثبته أو ينفيه، فماذا أفعل فيه؟ وإن أستفصل فيه فقط، فأقول: هل أنت تقصد بأن الله في جهة، يعني في جهة سفل؟ فإن كنت تقصد هذا فهذا باطل، لأن السفل نقص والله منزه عن النقص. أم أنت تقصد أن الله في جهة علو محيطة بالله، فأيضا هذا نقص، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. أم تقصد أن الله في جهة علو غير محيطة بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فأقول: هذا المعنى حق، ولكن لا أسميه بلفظ بدعي غير وارد في الكتاب والسنة، وإنما أسمي هذا الحق باسمه الوارد في الكتاب والسنة، فأقول: الله في العلو، لأن العلو هو الاسم الصحيح، هو اللفظ الصحيح، هو الإطلاق الصحيح. أما لفظة الجهة فإنها لفظة تحتمل الحق والباطل. فإذا نحن وصلنا إلى هذه النتيجة لتطبيق قاعدة المجملات، فلم نقبل الجهة مطلقة ولم نردها مطلقة، وإنما أوقفناها على الاستفصال حتى ميزنا حقها فقبلناه من باطلها فرددناه. أنتم معي في هذا؟ طيب، إذا قيل لك: هل الله له جسم؟ فتقول: والله إن لفظ الجسمية لا أثبته ولا أنفيه لعدم وجود ما يدل على إثباته أو نفيه في الكتاب والسنة. وأما معنى الجسمية فإن من معانيها حقا ومن معانيها باطلا، فإذا هي لفظة مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل. واللفظة المجملة ماذا أفعل؟ أردها مطلقا؟ الجواب لا. أقبلها مطلقا؟ الجواب لا، بل أوقفها على الاستفصال. ماذا تقصد بالجسم؟ هل تقصد بالجسمية ما هو معهود من أجسامنا تماما؟ فإن كان يقصد بهذا فهذا باطل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم أنك كنت تقصد بالجسم الذات الكاملة من كل وجه الموصوفة بصفات الجلال والكبرياء والجمال والعظمة؟ فأقول: هذا حق، ولكن هذا المعنى الحق لا أسميه جسما، أسميه ذاتا وصفات، فأقول: الله له ذات وصفات، لأن الذات والصفات هي التي أطلقت على الله. لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات كلهن في ذات الله،
ويقول عبد الله بن رواحة لما أحرجته زوجته قال وذلك في ذات لما حصل له ما حصل من المشركين قال وذلك في ذات الإله. انتبهوا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يصلي بأصحابه فيقرأ بهم فيختم بقل هو الله أحد، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال لأن صفة الرحمن. إذن أطلق على الله الذات وأطلق عليه الصفات، فلماذا أطلق عليه الجسم؟ الجسم هذا لفظ مجمل لم يرد لا أعرف في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح، فلماذا أستبدل الاسم الشرعي الوارد بأسماء مجملة محتملة للحق والباطل؟ فإذا أنا لم أرد لفظ الجسم معنى الجسم ولم أقبله، وإنما ميزت الحق فقبلته ووصفت هذا الحق بصفة صحيحة. ما أدري أنتم معي ولا لا. إذا قل لك هل الله في مكان فتقول إن لفظ المكان لا أثبته ولا أنفيه لعدم ورود ما يثبته وينفيه في الأدلة ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، وأما معناه فأستفصل فيه لأنه يحتمل الحق ويحتمل الباطل. فهل تقصد بأن الله في مكان يعني مكان سفل؟ هذا باطل. أم تقصد مكان علو محيط بالله؟ أيضا هذا باطل. أم تقصد مكان علو لائق بالله غير محيط به؟ فهذا حق، ولكن هذا الحق لا أسميه مكانا إنما أسميه استواء على العرش. فإذا قلت أين الله قل الله استوى على العرش، لا تقول الله في مكان، وإنما قل الله استوى على العرش. وهذه قاعدة عظيمة يا جماعة، وأنا أتمنى أنكم ترجعون تقرؤون هذه الرسالة، رسالة مختصرة في 100 صفحة يعني، لأنها من لأن قبول هذه الألفاظ المجملة من أعظم ما أوقع أصحاب الضلال في الضلال. المعتزلة نفوا أسماء صفات الله، المعتزلة نفوا صفات الله لماذا؟ لأن وصف الله يستلزم جسميته، والجسمية ممتنعة على الله، إذن حرفوا الصفات، إذن أنكروا الصفات كلها بناء على اللفظ المجمل هذا. العلو لماذا ينكره الأشاعرة؟ لأننا لو أثبتنا الله أن الله في العلو لاستلزم وصفه بالجهة، والله متعال عن الجهة، فإذا ننكر صفة العلو. فإذا من أسباب ضلالهم في عقائدهم أنهم جعلوا مبدأ القبول والرد على ما يتوافق مع هذه الألفاظ المجملة أو يتخالف معها، فأهل السنة لم يردوها ولم يقبلوها وإنما استفصلوا فيها. لله در أهل السنة والجماعة، والله لله درهم، والله انهم نور الارض وبركه الدنيا، والله اهل السنه والجماعه، نور الارض اهل السنه، بركه الارض اهل السنه والجماعه، ولا تزال الارض في خير ما دام فيها سني واحد باذن الله. وهم الطائفه المنصوره الذين اذا اراد الله قبض الارض واقامه الساعه ارسل ريحا تدخل تحت اباطهم فيقبض ارواحهم. هذه الطائفه المنصوره اذا ماتوا خلاص، يبقى الناس يتهارجون في الكرة الأرضية تهارج الحمر، يتسافدون في الشوارع ويزني بعضهم ببعض حتى تقوم عليهم الساعة، وهم شرار الخلق. أهل السنة فيهم بركة عظيمة، وهم الذين تحاربهم الدنيا بقضها وقضها، يحاربون أهل السنة. فأهل السنة تحاربهم طائفة، أمة الدعوة والضالون من أمة الإجابة. أمة الدعوة يعني اليهود والنصارى وأوروبا والكفرة، والضالون من أمة الإجابة الصوفية والرافضة والأشاعرة، يعني كل قد فوق سهامه لأهل السنة والجماعة، وهم بركة الله في الأرض، بركة عظيمة في الأرض، ما داموا في الأرض فلا تزال في الأرض بركته، متى ما رفعت راية أهل السنة وانتهى سينتهي الدين ويرفع برفعهم المصحف وينتهي الدين من الأرض. يا حبي لأهل السنة، اللهم ثبتهم، اللهم ثبت أهل السنة، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، واكفهم شر الأشرار وكيد المعتدين الفجار، اللهم اكفنا شر المعتدين الفجار. اقرأ يا ولدي. فتبون أمثلة أكثر من أن كم ذكرنا من مثال؟ 3. نعم، المكان والجهة، المكان والجسم، والجهة والجسم. تبون أيضا؟ واضحة إن شاء الله. على كل حال حتى في الفقه هذه تنفعنا في الفقه، لو جاء رجل لزوجته وقال أنت كأمي، هذه لفظة مجملة تحتمل الحق والباطل. فنقول له إيش قصدك؟ قال والله هي كأمي في منزلتها واحترامها وتقديرها ومحبتها، وأنا يعني. فنقول زادك الله حبا لها وزادها، بس لا تحبها مرة عاد مرة، ترى عاد المرة تسوي لنا. وأما إذا قال هي كأمي في جماعها وحرمة وطئها، فنقول هو ظهار. أرأيت؟
فإذا لا تفتي بكونه ظهارا مطلقا ولا بكونه إكراما مطلقا، وإنما لابد من الاستفصال، لأن اللفظ المجمل واجبه التفصيل، اللفظ المجمل واجبه التفصيل. بل حتى في الكنايات يا شيخنا خليفة، حتى في الكنايات بارك الله فيكم، وهي مثل لو قال يا أفحج، يا أفحج، يا أفحج، في جيب القاضي يقول انت قلتها يا افحج، ايش تقصد بافحج؟ قال اقصد انه يلاط به، فنقول هذه اللفظه صارت ايش؟ قذف. واذا قال لا افحج انه بعيد ما بين رجليه عيبا خلقيا وانا استهتر به، فنقول ها قد يجلد جلدتين ثلاث من باب تاديبه فقط، لكن لا يسمى. لو قال رجل لزوجته انت، او قال انت خليه، أنت خلية، كان يقصد يقول كان يقصد الطلاق. مش كان يقصد الطلاق؟ إذا كان يقصد خلية يعني مخلاة من عقدي فهذا طلاق، وإذا كان يقصد خلية يعني أنت خلية نحن. أنت خلية نحن، فهذا طيب، هذا طيب، الله يملك بركته، إن شاء الله يطلع عليك نحل الخلية و... ولا يبقي فيك عرقا ولا مفصلا إلا لدغة. اقرأ، نعم اقرأ.